ما كاد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يخيب آمال اللبنانيين باعتباره الزواج المدني غير مطروح في الوقت الحاضر حتى انهالت التعليقات عليه. فعلى موقع تويتر هاجم المغردون رئيس الوزراء متوجهين إليه بالسؤال عن حقهم في المطالبة بدولة علمانية من دون أن يخلو الأمر من بعض السخرية. ما المغزى من الانتخابات إذا كانت خيارات الشعب مصادرة من المسؤولين؟ سأل أحدهم، فيما اعتبر البعض رفض ميقاتي مناقشة الزواج المدني موقفا غير مشرف، فيما ذهب آخرون إلى أبعد من ذلك للقول بأن كلام ميقاتي مردود عليه. ربما ظن ميقاتي بأنه حسم السجال برفضه مناقشة الزواج المدني، إلا أن موقفه لم يكن إلا سببا لتتزايد المطالبة بمنح اللبنانيين حقهم بالزواج المدني ولو كانت عبر تغريدات على موقع تويتر. الحديث عن قوننة الزواج المدني ورفض مناقشة ذلك كان دافعا لجمعية شمل إلى التحرك مجددا وتذكير المجلس النيابي باقتراح القانون اللبناني للأحوال الشخصية. ولن نقبل بعد الآن بأن نطرد من بلادنا لنمارس حقنا في اختيار قانون أحوالنا الشخصية، ولن تجبرونا على قبول قوانينكم الطائفية. وباسم الحب والعدالة والحرية أقسموا بأنهم لن يتزوجوا إلا وفق قانون لبناني للأحوال الشخصية. بدنا نتزوج مدني بلبنان. بدنا نتزوج مدني بلبنان. ليسوا بواهمين ولا يعيشون خارج زمننا، بل هم مؤمنون بنبذ الطائفية وبأنهم سيتمكنون يوما ما من الزواج مدنيا في بلدهم، وإلى أن يبلغ ذلك اليوم سيظل الأمر ممكنا خارج الحدود وخلف البحار.